مشكلة الكثير مننا أننا نبحث عن السعادة في الأماكن الخطأ. يعتقد الشاب أنه إذا تعرف على بنت فلانية سيصبح أسعد الناس، ويعتقد رجل الأعمال أنه إذا أنهى الصفقة الفلانية سيصبح أسعد الرجال، وتعتقد الفتاة أنها إذا تزوجت فلان ستصبح أسعد فتاة. كلنا يبحث عن السعادة في هذه الأماكن الخارجة عن أنفسنا، وكلنا يعرف أنه إذا حصلنا على هذه الأمور تحصل حالة من الفراغ، ثم نبدأ نبحث عن هدف آخر لملء هذا الفراغ، مع أن كل الفلاسفة والعلماء والأنبياء وكل المفكرين أجمعوا على أن السعادة الحقيقية هي عبارة عن سلام داخلي تشعر به في داخلك، هو طمأنينة inner peace تشعر به في داخلك بغض النظر عما يحصل حولك من